وفي السياق ذاته قال مراسل قناة بلقيس في مأرب إن الطيران شن 6 غارات اليوم على مواقع الحوثيين وتجمعاتهم في أماكن مختلفة من المحافظة. وفي الضالع شن طيران التحالف غارات عدة على تجمعات لميليشيا الحوثي غرب مدينة قاطبة، وطالت الغارات مواقع الميليشيا وآلياتهم العسكرية في عدن ولحج والحديدة وعمران وحجة وصعدة والجوف. طيران التحالف لا يهدأ، تحليق متواصل ورصد دقيق للأهداف ومتابعة على مدار الساعة لتحركات قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي وتجمعاتهم في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. قصف التحالف لمعسكر الحفا بالعاصمة استهدف بحسب مصادر مطلعة رتلا عسكريا كان قد خرج للتو من المعسكر التابع للحرس الجمهوري السابق متوجها إلى إحدى جبهات القتال الساخنة. واستهدف طيران التحالف منزل القائد العسكري البارز في نظام المخلوع صالح اللواء مهدي مقولة بمديرية سنحان إلى الجنوب الشرقي من العاصمة. واستهدفت غارات التحالف منطقتي حيص بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء حيث يوجد معسكر لتدريب ميليشيا الحوثي هناك. وفي محافظة الضالع أغار طيران التحالف على معسكر الصدرين بمديرية مريس وعلى موقعي العلالة وشخب بمديرية قعطبة وعلى ثكنات عسكرية بمنطقة سنح. وكان طيران التحالف قد قصف في وقت سابق مقر قوات الاحتياط المعروف بمعسكر 48 في جنوب العاصمة ومعسكر ضبوة ومعسكر طارق في ريمة حميد التابعة لمديرية سنحان، كما استهدف منطقة حزيز القديمة ومدرسة الحسين بن علي بجنوب العاصمة. ونفذ التحالف أكثر من 20 غارة على تجمعات للمسلحي الحوثي وصالح في الأطراف الشرقية والشمالية لمحافظة عدن، من أهمها المدينة الخضراء ومصعبين وخط العلم وملعب 22 مايو. وفي محافظة صعدة إلى الشمال الغربي من اليمن قصف طيران التحالف مواقع لميليشيا الحوثي في منطقة الخربان بمديرية الظاهر ومنطقة جزاع بمديرية حيدان ومنطقة الشوارق بمديرية رازح. وفي محافظة عمران نفذت طائرات التحالف 6 غارات على مناطق حباشة والمفلوق والعقلة بمديرية سفيان. وفي محافظة الجوف الشمالية قصف التحالف منطقة الملفاج بمديرية برط المراشي. وفي محافظة مأرب شن طيران التحالف أعنف غاراته مستهدفا تجمعات لميليشيا المخلوع صالح والحوثي في جبل هيلان ومعسكر كوفل ومنطقة السحيل ومنطقة الفاو.